معنا للتوضيح عبر سكايب الكاتب الصحفي الأستاذ سيد أبو اليزيد، الكاتب الصحفي بالجمهورية ورئيس تحرير عقيدتي. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا أستاذ سيد. طيب، هو يعني احنا مع السكايب بياخد طبعا وقت على بال ما الصوت بيصل، لكن ماذا عن تفاصيل ما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات؟ اتفضل يا فندم. طبعا بلا شك ان احنا دلوقتي هنعيش عرس ديمقراطي جديد، وهناك اكثر من 10,000 قاضي سوف يتولون الاشراف على العمليه الانتخابيه التي ستجرى على مرحلتين. واحنا النهارده كل الاستعدادات تمت من خلال وزاره التنميه المحليه، بالإضافة إلى تنسيق مع الجهات المختصة الأخرى فيما يتعلق بتعقيم اللجان، فيما يتعلق بتحديد الأماكن التي ينتظر فيها الناخبون. أعتقد أن القضاء عليهم مسؤولية كبيرة جدا، ودي بتدي أيضا للانتخابات بعد ديمقراطي جديد، وخاصة ان هم بيقفوا على قدم المساواة مع كافة المنافسين والمترشحين. احنا لدينا اكثر من 1800 مرشح. اعتقد ان امام الناخبين فرص من الان لمعرفة السيرة الذاتية لكل مرشح من هؤلاء وتاريخه ومدى القدرات الخدمية التي قدمها فيما سبق. احنا النهارده عاوزين نعلم اولادنا ايضا الممارسه الديمقراطيه، والممارسه الديمقراطيه القائمه على كيفيه اختيار المرشح المناسب، ودي هتعطي انطباع ايضا يمكن كل وكالات الانباء العالميه والفضائيات الدوليه بتتابع هذا الحدث الكبير، وبالتالي لابد من الاشاره الى اهميه النزول وان يكون صوتنا ايجابي وليس سلبي. واعتقد ان بعد ما لمسناه من اختيار اكثر من 90 عضو في مجلس الشيوخ من المراه، اعتقد ان المراه سيكون لها دور ايجابي وقوي في هذا الامر، بالاضافه الى منافسه الشباب لهم. صحيح. استاذ سيد، بدات عمليه الاقتراع للمصريين في الخارج بالامس، الاستعدادات هذا العام لهذه الدوره كانت مختلفه في الحقيقه، التسهيلات والاجراءات كانت يسيره جدا لكل اهالينا في كل مدن العالم، وطبعا الاستعدادات ايضا للمرحله الاولى ان شاء الله اللي بتضم 14 محافظه بيتنافس عليها 284 مقعد، الاستعدادات ايضا كانت مختلفه هذا العام لاجراءات كورونا. خلينا كده نبسطها للناس ونقول لهم ازاي تعملوا عمليه الاقتراع، ازاي التفاصيل الخاصه باستعدادات اللجنه الوطنيه للانتخابات باذن الله. طبعا يعني في كل لجنه هيكون هناك مشرفين هيتم توجيه الناخبين الى لجانهم اولا، ولكن قبل ذلك من المفترض على كل ناخب ان يدخل على الموقع الهيئه الوطنيه للانتخابات، بحيث من خلال الرقم القومي يتعرف على اللجنه بتاعته، وبالتالي لما يتوجه الى اللجنه يقدر ان هو بسهوله ويصل اليها، وفي ممكن ان هو يستخدم الدليل 140 علشان برضك يحدد له اللجنه بتاعته فين او المدرسه بتاعته فين. النهارده المدارس بيتم تسليمها في نهايه هذا الاسبوع ان شاء الله، معقمه ومستعده لاستقبال الناخبين. كل طبعا احنا عارفين ان هناك انتخابات ستتم في المرحله الاولى لعدد من المحافظات، ثم يليها المرحله الثانيه لعدد اخر من المحافظات، وبالتالي لابد على الناخب ان يدرك تماما موعد التصويت بتاعه من الان. تمام. طيب يعني هناك كمان طيب الوقت طيب خلاص، شكرا جزيلا لحضرتك الكاتب الصحفي سيد أبو اليزيد بالجمهورية ورئيس تحرير عقيدتي، فقط لضيق الوقت لدينا موضوعات أخرى، وشكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا يا فندم.